أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء. هل باتت تغير فرنسا من سياستها تجاه الملف الإيراني ووراءها الدول الأوروبية؟ تساؤل بات يطرح عقب تهديد فرنسي بفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بينما تشارك باريس في تحالف عسكري في الإمارات تواجدت لدعمه وزيرة الجيوش الفرنسية قبل أيام في الخليج. تهديد فرنسا لم يلقى ترحيبا إيرانيا، بل دفع طهران لانتقاد عدم التزام الأطراف بالاتفاق النووي. فهل سينهار هذا الاتفاق الموقع؟ حظوظ طلاق الأيادي الممدودة لحل أزمة الملف النووي الإيراني باتت ضئيلة، فبعد محاولة فرنسا لجسر الأواصر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني التي باءت بالفشل، ما زاد اضطناب لا انسحاب إيران تدريجيا من الاتفاق النووي الموقع مع دول الاتحاد الأوروبي. انتهاكات جعلت فرنسا تلوح بفرض العقوبات على إيران، معتبرا وزير خارجيتها جانيف لورديان إنما مسألة تفعيل آلية الفض المنصوص عليها في الاتفاق ستؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، وفيما لو فرضت العقوبات على إيران فستصبح بين فكي كماشة، فك الضغوط الخارجية الممارسة عليها من جهة، وفك الاحتجاجات والأزمة الداخلية المتصاعدة من الجهة الأخرى، حيث اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل وراء الاضطرابات الحاصلة داخل الجمهورية. الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا، وظف الأعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، أي التخريب والأعمال الشريرة والقتل. فيما بين نظرية المؤامرة وتوازن القوى تتقارب المحاور لتلتقي النظرية الخليجية المتمثلة في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات مع إسرائيل في خانة الخطر الإيراني الزاحف في المنطقة التي يساندها الحليف الأمريكي القابض على الاقتصاد الإيراني بعقوباته التجارية، والذي عزز بقواته العسكرية في منطقة الخليج لردع إيران عن مهاجمة أهداف أمريكية، ما جعل الاستقطاب والتحركات العسكرية على أشدها، حيث بدأت فرنسا بنشر قواتها في المنطقة منافسة بذلك الولايات المتحدة ليكللها بعدها بأسابيع وثيقة فرنسية إماراتية تهدف إلى تبادل التعاون العمليات في المجال العسكري. للخوض في عمق هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو سيد يوسف منشاروف خبير الشؤون الإيرانية، مرحبا بك معنا. ينضم إلينا عبر استوديوهات باريس دكتور ناصر زهير خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، وسيد نصير العمري ودكتور نصير العمري الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من نيويورك. دكتور ناصر دعني أبدأ معك من باريس، هل بدأت فرنسا تغير من سياساتها تجاه الملف الإيراني، وهل يعني تغير الموقف الفرنسي تغيرا للموقف الأوروبي ككل؟ نعم، أعتقد بأن فرنسا بدأت تغير موقفها من الملف النووي الإيراني، وخاصة بعد اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك منذ أشهر والتي فشل فيها ماكرون في عقد لقاء بين روحاني وبين ترامب، واستشعرت فرنسا بأن هناك محادثات ما تجري في السر بين الأمريكيين والإيرانيين، وتم إبعاد الأوروبيين عنها بشكل أو بآخر. أيضا فرنسا يأست أو لم تجد أي جدوى من طوال الجهود الدبلوماسية التي قادتها هي والأوروبيين منذ انسحاب الولايات المتحدة إلى هذا اليوم لإنقاذ الاتفاق النووي وإثناء إيران عن تصرفاتها في المنطقة وتدخلاتها في المنطقة وسياساتها التي أدت إلى هذا التوتر في منطقة الخليج. بالتالي هي اختارت أن تتواجد في هذه المنطقة أولا عسكريا عبر إعلان وزيرة الجيوش الفرنسية عن تحالف أوروبي تقوده فرنسا في منطقة الخليج، وأيضا تغيير الدبلوماسي بإعلان تهديد بعقوبات من الأمم المتحدة إذا ما استمرت إيران بسياستها، وأيضا تغيير أو تشاؤم حول المبادرة الفرنسية التي تحاول من خلالها فرنسا أن تنقذ الاتفاق النووي الإيراني. ولكن كل ذلك أو كل تغيير الموقف الفرنسي لا زال موقف فرنسي وليس أوروبي. قد نقول بأنه معظم الدول الأوروبية تتشاطر مع فرنسا في الرأي، ولكن يبقى الموقف الألماني الذي دائما ما كان متردد بشأن التعامل بحزم مع إيران، والموقف الألماني الآن يعادل نصف الموقف الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن بالتأكيد أن فرنسا تغير من سياساتها تجاه إيران، وإذا ما قلنا بأن هناك خيار بين حلفاء الخليجيين وبين إيران هي اختارت أن تكون مع حلفائها الخليجيين، لأنها كانت في البداية تحاول أن تمسك العصا من المنتصف وأن تحافظ على مصالحها.
صريحها مع الإيرانيين ومع الخليجيين. الآن أصبح لديها خيار واحد وهي اختارت أن تكون مع الدول الخليجية ضد إيران. أمريكيا هل لا زالت يعني منتقد المواقف الأوروبية على رأسها الفرنسية دكتور نصير العمري بخصوص الملف الإيراني؟ يعني في الحقيقة هناك فرق بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي بشكل عام فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بالتصعيد واستراتيجية احتواء إيران. ولكن أوروبا في الحقيقة هي يعني الظهير في هذا الملعب ضد إيران، وتصريحات فرنسا و نية ألمانيا مثلا إدراج اسم حزب الله على أنه يعني حزب إرهابي وعلى حظره بشقيه السياسي والعسكري، هذا دليل بأن أوروبا يعني تلعب نفس اللعبة مع الولايات المتحدة، ولكنها تلعب كظهير. وسأظن بأن الضغط على إيران بعد المظاهرات التي اندلعت وبعد سلوك إيران وردة فعله على المظاهرات في لبنان والعراق، هذا كله أثبت لأوروبا بأن مشكلة إيران فعلا تتعدى كونها مشكلة حول ملف نووي. هذا النظام أيضا لديه سلاح صاروخي يحذر منه العرب والولايات المتحدة والغرب، ورأينا القمع. فهناك يعني أظن بأن الموقف الأوروبي يقترب من الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي أظن بأنه ما زال يعتمد على نفس الاستراتيجية وهي الضغط الاقتصادي على إيران والاستعداد العسكري في حال يعني أرادت إيران أن تصعد عسكريا. طيب سيد منشاوروف، أنتقل إليك. تغيير الموقف الأوروبي في هذا التوقيت ولطالما يعني إيران عولت على هذا الموقف، ماذا يعني بالنسبة للجانب الإيراني؟ هذا سيعني تصعيدا أكبر سواء على مستوى الاتفاق النووي أو حتى على المستوى العسكري الميداني في الشرق الأوسط. قبل كل شيء يجب أن نفهم أن إيران تعتبر أوروبا لاعبا ضعيفا. رد الفعل الأوروبي بشكل دائم هو تصريح بالتصعيد فقط والاستنكارات ضعيفة جدا تجاه حركة الاحتجاج والانتهاكات اتفاق نووي. وخامنئي قال أكثر من مرة يتوقع من أوروبا أن تلتزم بالتزاماتها في اتفاق نووي وبالأساس أن تشتري النفط الإيراني. النفط يشكل جزءا كبيرا من مدخولات إيران، وطالما أن أوروبا لا ترغب بتطبيق آلية التي ترتفع على العقوبات فهذا يتسبب بضرر الإيرانيين. خامنئي يواصل طوال الوقت أن يفحص الخطوات الأوروبية مع الحشد الثوري، وطالما أن الخطوات لا تصل إلى مرحلة التطبيق وإنما فقط بالتصريحات فإنه سيقوم بانتهاك الاتفاق وربما أيضا نشر قواته إن كان لترفيذ هجمات كما رأينا لدى أرامكو والجهات النفطية وإن كان عبر حزب الله في لبنان وفي عبر العراق وربما ضد إسرائيل. دكتور ناصر، هل كل ما تحدثنا عنه وحللناه يعني في نهاية الأمر أن الأمور تتجه نحو انهيار الاتفاق النووي بشكل كامل والذي يعتمد بالأساس يعني على القوى العظمى وأبرزها دول أوروبية؟ لا يمكن أن نقول بأن هناك سيكون انهيار للاتفاق النووي. إذا ما استمر هذا الوضع نعم سيكون هناك انهيار لهذا الاتفاق، ولكن أعتقد بأنها ضغوط الآن تتزايد على إيران. الدول الأوروبية والولايات المتحدة تحاول أن تقتنص فرصة الضغط على النظام الإيراني، خاصة بعد المظاهرات الداخلية والتي كانت كبيرة جدا والتي نددت بالوضع الاقتصادي السيء داخل إيران. بالتالي هم يحاولون الآن الضغط بأقصى قوة على إيران لقبولها بتغيير سياساتها، أولا في الشرق الأوسط، ثانيا تعديل الاتفاق النووي وكل النقاط الخلافية بين الطرفين. أعتقد بأن النظام الإيراني في مرحلة ما سيقدم التنازلات وسيذهب إلى طاولة المفاوضات، وقد يخرج علينا إما اتفاق سري كما خرج في عمان مسقط أو أن يكون هناك محادثات علنية تؤدي إلى اتفاق ما. ولكن أن تبقى إيران بقوتها ووضعها الإقليمي لا أعتقد بأنه سيكون هناك أي اتفاق. ربما نذهب إلى وضع عسكري أو أزمة عسكرية تتسبب فيها إيران. دائما ما كانت إيران تحاول
الهروب من أزماتها الداخلية بافتعال مشاكل خارجية، ولكن هذه المرة إيران لا تستطيع تأمين المستلزمات الأساسية داخل إيران، وذهبت إلى رفع الأسعار وخاصة أسعار المحروقات. فإذا ما دخلت في أي حرب أو نزاع عسكري لا أعتقد بأنها ستستمر أو ستستطيع الاستمرار فيه لفترة طويلة، وخاصة بعد كل هذه التحالفات الموجهة ضد إيران. بالتالي قد يذهب أو تذهب السلطة في إيران إلى تقديم تنازلات والذهاب إلى اتفاق يضمن انسحابها من بعض الدول الإقليمية، وأيضا تغيير سياساتها وتغيير مجمل الاتفاق النووي وبرنامج الصواريخ البالستية. ولكن هذا الأمر لا زال باكرا، الآن سنشهد مفاوضات شد وجذب وتنديدات، وأتوقع في الفترة القادمة أن تعلن إيران انسحاب أو خطوات جديدة في انسحابها من الاتفاق النووي. ولكن هنا يجب الحذر، لأنه إذا ما انهار الاتفاق النووي هناك أقل من عام قبل امتلاك إيران لقنبلة نووية. بالتالي على الدول الغربية والولايات المتحدة والدول الخليجية أن تتصرف قبل انتهاء هذا العام أو قبل امتلاك إيران لقنبلة نووية، لأنه هنا يجب أن يكون حذر شديد، أن يكون هناك خطة بديلة إذا فشلت هذه الضغوط، أن يكون هناك عمل عسكري إذا منهار الاتفاق النووي. دكتور نصير، ماذا أن حملت الأيام القادمة انسحابا أكثر من قبل الجانب الإيراني من الاتفاق النووي؟ وعلى المستوى الميداني شهدنا تصعيدا أو عودة التصعيد لمياه الخليج ومنطقة الخليج، كيف ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية هكذا سيناريوهات متوقعة؟ أظن بأن ما يحصل اليوم هو أصلا بسبب الضغوط الأمريكية، بدأت بانسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات والضغط على إيران من على يعني على أذرع إيران في المنطقة. وما نراه اليوم في لبنان والعراق هو بسبب هذا الضغط واستمرار الضغط على النظام السوري. والولايات المتحدة في الحقيقة يعني تحصد اليوم نتائج هذا الحصار وتراهن على أن الوضع الداخلي في إيران إذا استمر بهذه الطريقة لا يمكن لهذا النظام أن يصمد داخليا. وأظن بأن إيران استخدمت التصعيد ضد السفن وغير ذلك ولم ينجح ذلك، على العكس يعني هذا زاد الغضب الدولي عليها. فاليوم النظام في إيران يعني أمام طريق مغلقة، والتصعيد في ملف النووي ويعني إعادة التخصيب وتسريع التخصيب وغير ذلك هي يعني محاولة لهذا النظام لتهديد الخارج ويعني لمنعهم من التجرؤ ومهاجمة إيران. ولكن هذا النظام يعني خلال السنة القادمة لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وأظن بأن العمل العسكري أو يعني هذا أصبح دائما يعني بالنسبة لإيران لا يمكن التنبؤ به، يمكن لإيران أن تستفز العالم الأمريكية. دكتور نصير، وفي ظل هذه التهديدات الإيرانية سواء يعني إمكانية حدوث ضربة جديدة في الشرق الأوسط عسكرية أو حتى بنية إيران التوجه لصنع قنبلة نووية أن انهار الاتفاق النووي، هذا سيغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها ستبقي على سياسة العقوبات الاقتصادية وإحداث تغيير جذري داخل إيران؟ يعني أظن بأنه هناك إجماع في الولايات المتحدة بأن الخط الأحمر الحقيقي وفي إسرائيل وفي العالم العربي وأوروبا أيضا، إذا يعني توجهت إيران بشكل واضح، إذا طردت مثلا المفتشين وبدأت يعني بالعمل على تطوير السلاح النووي، أظن بأن هذا سيكون الخط الفاصل وسترى موقف أوروبي ربما يكون أقوى من الموقف الأمريكي. ولكن ما زالت إيران تراوح في هذه المنطقة، منطقة يعني التهديد والوعيد ومحاولة والاستجداء أحيانا. ولكن فعلا هذا النظام في ورطة كبيرة داخليا وورطة خارجية اليوم، وأظن بأنه إذا أتى إلى طاولة مفاوضات فستكون هذه معجزة، لأن هذا النظام لن يتفاوض. فأظن بأننا نسير بشكل بطيء لحد الآن على الأقل إلى مواجهة مع هذا النظام، ولكن لا نعلم متى تندلع ولا نعلم ما يأتي به الداخل الإيراني، فهذا أيضا أصبح خطير جدا على النظام. هل متوقع انهيار الاتفاق النووي الإيراني سيد نشاروف في ظل كل ما تم تحليله هنا في الاستوديو؟ في خطيس كما قال بحسب تقدير ان الاتفاق النووي لن ينهار بمبادره ايرانيه ولا بمبادره روسيه، ايران ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ عليه على الاقل حبرا على ورق، رغم انها تفرغه من المضمون لانه
بطاقة ضمانة وتأمين لها من أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي وبالأساس إسرائيلي. طالما هناك اتفاق نووي إيران موجودة تحت حماية دولية. الاتفاق النووي مهم للروس أيضا لأنه بطاقة تلوح فيها موسكو موجة واشنطن. يوجد هناك يوجد العديد من المناطق المواجهة بين روسيا وروسيا والولايات المتحدة بين موسكو واشنطن وإن كان في فنزويلا في مناطق أخرى. وإيران هي بطاقة يتلوح فيها بوتين كثيرا مواجهة ترامب. ولكن رغم أنها تأخذ إجراءات تتآكل وتنتهك الاتفاق النووي ورغم أنه صرع في البداية روحاني أنه في حال ترامب انسحب من الاتفاق النووي أننا سنقوم بإحراقه لكنها لن تفعل ذلك لأن إيران في حال انسحب من الاتفاق النووي هي عملية تكون قد أدخلت هدفا ذاتيا ستسمع لكل الجهات المتطرفة في السعودية التي تريد أن تقطع رأس الحية وأن تسمح لإسرائيل مجالا جويا فقط تقوم بالعمل نيابة عنها وبالطبع أيضا بعض الجهات والدوائر الأمريكية في البيت الأبيض. رأينا أن البيت الأبيض يضعف في هذه المنطقة في هذا الشأن. جون بولتون على سبيل المثال لم يعد هناك ولكن هناك بعض الجهات المتطرفة والشرطة التي قد تكون ذات تأثير أكبر وتجح بإقناع الرئيس أن يوجه ضربة عسكرية ضد إيران. السعوديون سيرحبون بذلك نتنياهو سيرحب بذلك ولكن خمينئي لن يسمح بذلك أبدا. دكتور ناصر أعود إليك من جديد، هل هذا يعني بأن فرنسا لن تقود فيما بعد محاولات وساطك التي لعبتها في الأمم المتحدة عندما حاولت أن تجمع ترامب بروحاني؟ أعتقد بأن الوساطات الفرنسية الآن توقفت إلا إذا لمست فرنسا هناك تغيير حقيقي في الموقف الإيراني. دائما ما كنا نشهد بأن هناك تصريحات إيجابية من إيران ولكن على أرض الواقع لن يتم تنفيذ هذه التصريحات أو هذه الوعود. يعني كان هناك اتصالات كثيرة بين ماكرون وبين روحاني وكان هناك وعود وأتى إلى هنا في قمة السبع أتى إلى هنا جواد ظريف وكان هناك كنا قاب قوسين وأدنى من الذهاب إلى اتفاق معين أو اتفاق تكميلي للاتفاق النووي وبعدها انهار كل شيء. أيضا في الأمم المتحدة كان هناك حديث عن لقاء بين روحاني وبين ترامب أو حديث هاتفي على الأقل وبعدها انهار كل شيء. الأوروبيين والفرنسيين على الخصوص لن يضعوا أنفسهم في أي حرج مرة أخرى إلا إذا لمسوا تغيير وضمانات أيضا من إيران بتغيير موقفها وذهابها إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات. ولكن أعتقد بأن هذه الفرضية هي ضعيفة جدا الآن. إذا ما كانت إيران ستعلن تنازلات أو ستقدم تنازلات وتذهب إلى المفاوضات هي ستذهب بشكل مباشر مع الأمريكيين وبالتالي سيكون هناك تجاوز للموقف الأوروبي. وأيضا ترامب كان واضح بأنه في حال أي اتفاق جديد يجب أن يكون للشركات الأمريكية حصة كبيرة في الكعكة الاقتصادية التي ستكون من وراء الاتفاقيات الاقتصادية مع إيران وليس للأوروبيين كما حدث في الاتفاق الأول. ولكن الآن الفرنسيين أعتقد سيتوقفون عن مفاوضاتهم أو مبادراتهم للحفاظ على الاتفاق النووي إلا إذا لمسوا تغيير ما أو لمسوا أيضا جهود من روسيا والصين. يعني روسيا والصين لا زالوا غير فاعلين في موضوع الاتفاق النووي أو إنقاذ الاتفاق النووي. هم دولتين صامتتين وهم معنيين بشكل أساسي بهذا الاتفاق وبالحفاظ عليه. الآن جميع الأحاديث أو الشد والجذب بين الأمريكيين والأوروبيين والإيرانيين. طب يبقى هنا الموقف الروسي والصيني، سنرى ما الذي سيحدث وما مدى تحالف الروس والأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي. نعم دكتور نصير، نسبيا يعني بتنا أقرباء من الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، هل هذا العام ويعني سخونته على المستوى الداخلي الأمريكي يعني أن سيكون هناك استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية أم أنها ستهدئ من روعها في الملف الإيراني؟ سيد منشارف قال بأنه قد تدفع الأطراف اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة إلى رد عسكري من قبل أمريكا على الجانب الإيراني، هل هذا مطروح؟ أظن بأنه هذا دائما مطروح على الطاولة، يعني الرد العسكري الأمريكي. وأظن بأنه أكبر المخاوف في الفترة الحالية أو في السنة القادمة سيكون إذا توجهت إيران بسبب الضغوط الاقتصادية إلى التصعيد العسكري ضد السعودية أو الإمارات أو أي دولة أخرى. فماذا سيكون موقف السيد ترامب؟ أظن بأنه يعني هذا هو أكبر خطر الآن بالنسبة للاتفاقية النووية أو يعني توجه إيران إلى تطوير سلاح نووي. هذا يعني سيكون نهاية اللعبة أظن، وكل العالم سيكون هناك بما في ذلك الصين وروسيا على فكرة.
الصين وروسيا لا تريد لإيران أن تكون دولة نووية لأنها يعني على أعتاب روسيا والصين، وربما تهدد روسيا والصين بسلاح نووي. فأظن بأن الخوف من التصعيد في الخليج واستهداف إيران، وربما تلعب إيران هذه الورقة على فكرة لأنها نفذت من كافة الوسائل للضغط. ولكن في المرة السابقة لم يتخذ ترامب خطوة التصعيد العسكري أو الرد عندما أسقطت طائرة أمريكية في مياه الخليج وعندما استهدفت منشأة أرامكو النفطية قبل الحديث عن قرب موعد الانتخابات. الآن في هذه الفترة ما الذي يمكن أن يغير استراتيجية ترامب؟ أظن ما يمكن أن يغير هو أن اللعبة تغيرت. إيران في ذلك الوقت كانت تبدو أكثر قوة، وكانت يعني الوضع الاقتصادي كان يبدو بأنه إيران ما زالت تهرب النفط وغير ذلك، ووضعها الإقليمي يعني هذه الأذرع لم تكن تحت الضغوط التي يعني ترزح تحتها اليوم. فأظن بأن إيران أصبحت أضعف بعد أن ظهر بأن هناك حركة احتجاج واسعة، هناك إدراك عالمي بأن ما يحصل من قمع في العراق وفي لبنان هو يدار من إيران. كل هذا في الحقيقة يغير الموقف الأخلاقي لإيران، وهذا يسهل إقناع أوروبا بأن تزيد الضغط. وعلى فكرة يعني مجرد إعلان أوروبا العقوبات على الولايات على إيران هذا بحد ذاته سيكون أيضا يعني نقطة انطلاق نحو إنهاء هذا النظام. فهناك الكثير من الأوراق، وأظن بأن العمل العسكري ممكن إذا تجرأت إيران على الاعتداء على إحدى الدول الخليجية أو ارتكاب حماقة جديدة. أظن بأن العمل العسكري ما زال، ونرى على الأرض يعني نرى بأن هناك استعداد عسكري، ولكن الكل يراهن على أن هذه العقوبات فعلا لا يمكن أن يصمد تحت هذا النظام سنة أخرى. طيب سيد منشار أعود إليك، هل هذا يفسر كل التحركات في الخليج العسكرية، التعزيزات الأمريكية من جهة، حتى دخول أوروبا على رأسها فرنسا في ضمن بعض التحالفات مع الدول الخليجية، بأن قد يكون هناك تصعيد قادم عسكري في المنطقة؟ بالأمس فقط قال الجنرال علي خارجادي قائد سلاح الجو في الحرس الثوري أنه لم يعد هناك أي احتمال أن يجرؤ ترامب على مهاجمة إيران، ولذلك حان الوقت أن تبادر إيران لهجوم مضاد، ولكنه بالطبع يلتزم بخطوط وأوامر خامنئي بأنه لن يهاجم المنشآت الأمريكية، ولكن هذا يفتح الباب أمامهم لمهاجمة منشآت نفط كأرامكو أو منشآت أخرى في الخليج الفارسي. وطبعا يوجد هناك قوى القدس، فيلق القدس المتواجدة في اليمن، وربما قاسم سليماني سيتجرأ على هجوم مهاجمة إسرائيل في البحر الأحمر، وردا على بعض الهجمات ضد قوته في سوريا ومرتب في العراق وفي مناطق أخرى. لذلك فإن الخطوات من قبل الحرس الثوري هي تحاول أن تجند خامنئي كي يقدم الضوء الأخضر لاستمرار الحملة الهجومية، وطالما ترامب لا يرد فهم يوجد هنا أيضا عمل سياسي، فعندما تتخذ الجانب الهجومي الحرس الثوري أنهم يمنعون أي احتمال للتفاوض بين ماكرون وروحاني، لأنهم يريدون أن يزعوه إلى الهامش السياسي في شباط يوجد انتخابات البرلمان الإيراني. وقد سمعنا حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني أنه يقول أن الأمريكان يريدون أن يدفعوا بقواتهم وأشخاصهم لداخل البرلمان الإيراني. وما المقصد بذلك هو البراغماتيين، الحرس الثوري يريد أن يكون البرلمان مكونا من أشخاص وليس من أشخاص روحاني، رجال روحاني الأكثر متطرفا، ولذلك فإنهم يدعمون استمرار الهجمات الإيرانية في المنطقة إلى جانب التقارب ربما من محاولة إبعاد أو دق الأسفين بين روحاني وماكرون، وأيضا الحصول على مكاسب سياسية على حساب الرئيس روحاني في الجانب الداخلي. هل التظاهرات ضد النظام الإيراني سواء داخل إيران أو حتى في العراق وقد تكون في مناطق أخرى تضع زيتا على نار الأزمة هذه، وقد يعني تدفع الحرس الثوري كما ذكرت بأن يصعد المواجهة على غرار وجود أزمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأزمة اقتصادية داخلية؟ حاليا إن حجم المظاهرات اللي رأيناها والاحتجاج اللي رأيناها قرابة
يمكن الحديث عن 130 ألف متظاهر في كل أنحاء إيران، هذا لا يشكل بطاقة ضغط على الحرس الثوري كي يفعلوا ما تصوره من عمليات هجومية. ما إن نرى نزول الملايين في شوارع سطح طهران خطوتين، الأول كما قلت والثاني، وقد شاهدنا أن النظام قام بتسريب خطته لجلب ناشطي حزب الله وناشطي الحشد الشعبي وأنصار الله من اليمن والفاطميين من أفغانستان وزينبيون من الباكستانيين كي يساعدوا الجميع على الحشد الثوري وقام مع البسيج الاحتجاج الثوري. فإن الصمود والبقاء على قيد الحياة هو الأهم بالنسبة لهذا لهذا النظام بمواجهة الجوانب المختلفة، ويدعمون بالجوانب المحلية الذين يسمونهم بأشخاص أنهم ليسوا إيرانيين محليين وإنما أنهم تحت تأثير منفوذ خارجي. ولكن صحيح أن الأمر إيران ستخرج بهجوم فقط في حال ستتطور الاحتجاجات إلى أحجام وأعداد بالملايين. سيد دوسن منشرف، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك دكتور ناصر زهير ودكتور نصير العمري. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام نشرة هذا المساء لهذه الليلة. نشكر لكم حسن المشاهدة وتصبحون على ألف خير.